بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها
يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء.